اهلا وسهلا، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي ومرحبا فيا عندكم. كنتمنى نكون ضيفه خفيفه على القلوب للمشاهدين والمشاهدات. المهم اخوتي، جات من الخدمه، اول حاجه عملتها هي رجعت العشاء وحل الكوكو ديال الحريره. هذا هو وقت، هو وقت ديال الحريره. المهم اخوتي، في الوقت نفس الوقت يعني نرجع بها، وبنفس الوقت ايضا ندفئ بها شويه الجسد ديالنا. كنعرفوا يعني ضروري من الاكلات الشعبيه المغربيه 100%. كاينين يعني اكلات اجنبيه واخا كتحمل نفس الاسم، ولكن اختلاف طبيعه الحال في المقادير والمكان التي تنتمي اليه. على العموم اخوتي، الحمد لله على نعمه ديال المطر، الحمد لله. الله يرحمنا على قد النفع، الله يرحمنا على قد القوادس، لان قوادسنا عندنا شويه صغار، راه عارفين ان الشمس صفر انتم كتشوفوا شنو كيوقع. المهم اهم حاجه هو الماء، لان الماء نعمه. وبطبيعه الحال بسقوط الامطار كنعرفوا بان الفلاحه كيفرحوا وجميع المواطنين كيفرحوا، وكنتمناو الخير، يعني الخير من عند الله دائما. انا العموم اخوتي سمعنا واحد الخبر كنظن كلشي سمعوه، هو ان ولينا كنعيشوا صراحه مؤخرا في السنوات الاخيره واحد الظاهره ديال الاستيراد. يعني كل موسم كنستوردوا حاجه، كيجي العيد الكبير كنستوردوا الاعياد، يعني الاكباش، اكباش باش نعيدوا بيهم. على العموم كيدوز العيد الكبير، كنا كنسينو العيد الكبير ماشي، ولكن تفاجأنا في هذا الموسم ديال جني الزيتون اننا نستوردو الزيت ديال اسبانيا اللي الثمن ديالها شي كيقول 60 درهم، شي كيقول 50 درهم لتر، واحد شنو كيقول، شي كيقول مزيانه، شي كيقول قبيحه. المهم الانسان يعني اختلاف في الاذواق، باش نكونوا منطقيين، يعني كل منطقه والمذاق ديالو، كل منطقه يعني النكهه ديالو، وكل واحد وعلاش متعود. دابا انا معود على الزيت الوزانيه البركشيه، راه معود عليها، الا بدلت المنطقه كيختلف النكهه واللون، يعني كيختلف فيها كل شيء. ولكن فجأة سمعنا خبرا اخر اننا نستورد اخوتي اللحوم المجمدة، الحمد لله. وهي لدي انهم يستوردوا صراحة الاسمنة ديال اللحم حاليا 130 درهم، 140 درهم، 150 درهم، يعني الانسان يعمل عليها الريجيم واش كيلو غتجيبو 150 درهم، غطيبو في كوكوس مرة واحدة وغنوض واقفة تحصل واقفة. اذا الانسان يعمل ريجيم يعني ما يشريهاش، ما فكرش انه يشري اللحم. كيكفي هذاك الدجاج، والدجاج في الرنيوم راه 20 درهم 22، راه كيجي غالي، ما عدا كيلو ب 150 درهم ولا 140 درهم. هاي السورد دو كل اللحوم، انا من النظريه ديالي وانتم استوردوا الزيت، الزراعه، اللحام، بزاف د الحوايج اصلا. صدرونا حنايا، صدرونا ديونا اللي نتما، ونتما نقصوا لكم شويه هاد المصاريف، ديونا نتما وخليونا، والله الا عجبنا الحال. الطيشه ديالنا عجينه، الحوت ديالنا تما قالو رخيص، اللحم تما رخيص قال لك 6 اورو يعني 60 درهم، يعني كلشي تبارك الله هذا مرخص. ديونا حسين، لان شفت واحد الظاهره في هذه الصيفيه، المغربيات كلشهم متزوج الاجانب، مابقاوش يتزوجوا من المغاربه، والمغاربه مابقاوش يتزوجوا من المغربيات، هما بقاو يشوفوا بلايص واحدين اخرين. هو الحال انا كنظن هو هذا، ديونا حنايا تهنا. ولكن كاينين حلول وحدين اخرين اللي هي حلول جوهريه يعني للمشكل. اولا نبدا بالاعياد، نقدروا نحبسوا واحد العيد، واحد العام ما نعيدوا شي عادي، وسبق لك ناس ويكون واحد سنه بدون عيد، نيت الانسان يخرج من الميزانيه، لان كنجي من عيد لعيد. المهم يحبسوا واحد العيد باش يكون التكاثر ديال المواشي، ونمنعوا يعني بزاف الحوايج. ايضا كنعرفوا بان تربيه المواشي فين كتكون في البوادي وفي القرى، اذا شنو خصنا نعملو؟ نعملو على الاستقرار ديال السكان ديال الباديه وديال يعني ديال القرى، نساعدوهم، نساعدو الفلاح الصغير ماشي الكبير، هذاك راه بخيرو وخميرو اصلا، ملي كيدخل المحصول ديالو راه كيخرجو لبرا كيسد روحو حتى هويا. اذا شكون اللي خصنا نسرجو؟ هو ديك الفلاح اللي كيخدم في المغرب وكي المنتوج ديالو كيبيعو في المكان اللي كيتواجد به، باش نساعدو على الفلاحة وعلى الاستثمار الفلاحي، وأيضا على التنوع ديال الفلاحة والتربية ديال المواشي، وأيضا من فلاحات موسمية سواء قطني أو الزراع أو لا فواكه أو غير ذلك وخضروات. هذا كنظن أنا يعني الحل المناسب، بدل ما أننا يعني كنخليو البوادي مهمشين، الشباب يعني مهمشين، يعانون من البطالة، يعانون يعني من قلة الشاي، يعانون يعني ما أيضا المراكز يعني أو المرافق الأساسية اللي كيحتاجوها في الحياة ديالهم، لا
كي جانب انهم يسافروا من مكان الى مكان بحثا عن الاستقرار وعن حياه افضل لهم ولوليدات ديالهم من السكن. اذا نوفروا لهم حنا السكن، نوفروا ديك الفئه واحد المدخول يعني اللي هو قار، نساعدهم بالمواشي، نديك واحد نعطيوه واحد النصيب ثلاثه او اربعه ديال النعجس، ونعملوا لهم على شكل مسابقات سنويه، ونشوفوا داك الشخص هذاك فين وصل. طبيعه الحال انا ديالي حسن من ديالك، عندكم واحد المنافسه بين ديك الاشخاص، ولما لا عايز كثر يعني المواشي ويرجعوا عندنا بزاف. دابا حنا كنشوفوا في العيد حولي الثمن ديالو مرتفع، النعجه الثمن ديالها مرتفع، وكنبيعوا كلشي وكنعيدوا كلشي وما كيبقاش، هذا هو المشكل، وكنرجعوا كنعانيوا بنفس المشكل. يعني كيدوز العيد حولي ب 5000 درهم، كيدوز العيد كيتباع 5000 درهم 6000 درهم. اذا هنا كنشوفوا بان التراجع ديال القطاع ديال تربيه المواشي، خصنا نحلوا داك المشكل، ماشي اننا نزيدوا مشكل فوق مشكل. الا كنا حنا كلشي غنستوردوا لا داعي، شي حوايج اللي هما نستوردوا اللي هي اساسيه اللي هي ضروريه للحياه. وحنا الحمد لله عندنا واحد الطبقه ديال الشباب اللي هي واعيه ومثقفه، عندنا يد عامله اللي هي رخيصه اللي كيستغلوها الاجانب، وما عرفوش حنايا كيفاش نستغلوها وكيفاش يتم توظيف اولئك الشباب والشابات. انا بالنسبه لي اول حاجه اللي خصهم يخدموا عليها هاد الجهات المختصه او هاد الحكومه او اي سياسي اذا كان بالفعل عقليه سياسيه ناجحه، اول حاجه يساهموا في الاستقرار ديال القرى، ثانيا يساهموا في تحسين الظروف ديال القرى والبوادي سواء من المواصلات، الصحه، التعليم، ايضا مساعده الفلاح الصغير لانه كيخدم وكيدمر وما كيلقى حتى شي يد اللي كتسمد له وتساعده وتسنده. ثالثا نعاونوهم، يعني يكونوا تعاونيات او جمعيات اللي كتساعد ديك الفئات هذوك، نعطوهم مواشي قدر بثمن يعني اللي هو ناقص، نعاونوهم بالعاف، نعاونوهم يعني بالتسبن، يعني نعاونوهم بزاف ديال الحويجات اللي كتساعدهم اولا على انهم يزولوا ديك المهنه بدون صعوبات وبدون عراقيل، ثانيا يقدوهم يخرجوا من ديك المعاناه ديالهم ديال الفقر والتهميش، ويكونوا واحد النخبه اللي تقدر انها تواجه الدخول السوق ديال الشغل. ونضربوا عصفورين بحجر واحد، اولا نحاربوا البطاله عفوا، ثانيا اننا نوفروا واحد الدخل لديك الساكنه، وثالثا يكون عندنا واحد المنتوج الفلاحي اللي هو متنوع ومتطور، وايضا نحققوا واحد النسبه هائله من الاستقرار والامن والامان عند الساكنه. هذا هو افضل حل، بدل حنا ما نقول نمشيو ونستوردوا ونجيبوا الخسائر، ديك الفلوس اللي عنديوهم ليهم ونوظفوهم هنا ويقدوا يكونوا يعني يدخلوا يرجعوا لنا بالضبط او لا بالتسريب، يعني غنحقو شي حوايج اللي مزيونه، ايضا ناكلو شي حاجه اللي هي ديال بلادنا وطبيعيه، ديك اللحم اللي عاجي من برا يعني اللي عند استوردوها حنا ما عارفينهاش حتى شكون اللي ذبحها. حنا كنعرفو من الشروط ديال اللحوم، كاينين واحد الشروط يعني في ديك الاضحيه بالنسبه للقبله، حنايا يعني البسمله، بزاف ديال الحوايج اللي كنعملوهم حنا هما ما كيعملوهمش، ما عارفينش داك الشيء واش حلال او لا حرام، ديالاش واش ديال هذا او لا ديال هذا او لا ديال هذاك، يعني بزاف د الحوايج حنا ما عارفينهمش الصراحه. انا بالنسبه لي انا كمواطنه صراحه انا ما غنمشي نشري اللحم اللي كنعرفها بانها ديال الماشيه، واش تحولي ولا نعجه ولا معزه او لا غير ذلك. اما انا نمشي نشري مثلا هيدا مجمده، بالنسبه لي انا غنرفض داك الشيء هذاك، وكنعرف يعني اي واحد ملي كيبغي يشري كيشري شي حاجه اللي هي طريه، وايضا كتكون يعني كيعرف الانسان من نيجات. كنلاحظوا حنا في الاونه الاخيره صراحه الارتفاع ديال الاسعار، ارتفاع اللي هو صاروخي، اذا خصنا نعملوا على محاربه هذا الارتفاع وتحسين الظروف المعيشيه ديال السكان، ايضا نعمل واحد الامل، نخلقوا واحد الجو تعاوني عفوا بين الساكنه، وكيفاش نحاربوا. وكنظن يعني السياسي الناجح خصو يخدم قبل ما يدخل انه يمثل المغرب والمغاربه، خصو يعرف كيفاش يسلك راسو يعني في المواقف الحرجه، وكيفاش يعالج المعاناه او لا المشكل اللي كيواجهو باقل الخسائر، ولكن ماشي ابسط الحلول هو اننا نجيبو من لهنا او نديو لهنا، لا، خص حلول اللي ضرتك انت ودرتيني انا ودرتي الاخر ودرتينا نحن جماعه باش نمثلو المغرب ونمثلو المغاربه.
كما كيقول الانسان قدر تغيب اللحم، قدر تغيب الدجاج، قدر تغيب بزاف الحوايج، ولكن كاينين شي حوايج اللي هما ضروريين واللي هما اساسيين في الحياه ديال الانسان، اللي هي الاستقرار والامن والامان. هذوك هما اهم حاجه. ملي كنحلوا الروبيني وكنلقاو الماء كنحمد الله يعني على ديك النعمه. على العموم اخوتي باش ما نطولش عليكم، ما نودعكم في امان الله وحفظه. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي عليكم. باي باي.